هذا وتعلن وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام، وذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم. كما قالت الوزارة أنه تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح والبحر الأحمر يوم الثلاثاء، بينما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد والإسكندرية، جنوب سيناء يوم الأربعاء. أشارت الوزارة إلى أنه تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة وشمال سيناء يوم الخميس، بينما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن سوهاج وبني سويف والمنوفية، كفر الشيخ، السويس، القاهرة يوم السبت.